في الموقع بس نقرأ تحليلا ركز فيه على جهود تمديد الهدنة في اليمن، حيث عرج الموقع على دور سلطنة عمان في دعم جهود السلام وتجديد الهدن 3 مرات على التوالي في اليمن من خلال سلسلة من المفاوضات في العاصمة مسقط بين الأطراف المتحاربة. ووفقا للموقع فإنه في نظر لظروف إقرار الهدن السابقة يتضح أنها أقرت بوساطة من أطراف محايدة، حيث أدت سلطنة عمان في هذا الأمر دورا كبيرا، وصل حد إرسال مسقط وفودا من مسؤوليها إلى صنعاء للقاء الحوثيين واستضافتها لقياداتهم وتنسيقها لقاءات مع الأطراف المتصلة بالحرب كالرياض وأبوظبي وطهران، وكذلك الفاعلين الدوليين كواشنطن والأمم المتحدة. ويلفت الموقع إلى أن سلطنة عمان أدت دور الوسيط في مراحل معقدة من المفاوضات بين الحكومة والحوثيين، أو فيما يتعلق بالمفاوضات بين السعودية والحوثيين لمناقشة عدة قضايا، لكن عدم تطبيق جميع بنود الهدنة والبناء عليها لاحقا وجنوح كل طرف نحو درب مختلف كانت من أبرز عيوب الهدن السابقة.